طبعا عنده مشكله بطاله، شباب عنده مشكله غلاء اسعار، شباب عنده مشكله ان هو عايز ان هو يشارك الجواز عشان طبعا يجيب شقه. انا حليت البطاله يعني بنسبه كبيره، هحل بقى المشكلات. فاحنا الشباب المصري احنا بنحاول ندرس مشاكله يعني، وبنجيب ناس مختصين يشوفوا مشاكل الشباب ايه واولوياتها ايه من خلال استعاره الراي من خلال مراكز البحوث وما الى اخره، ونبدا ان احنا نحط مبادرات عشان نبقى، مش هقول طبعا هنحل المشكله، المشكله حتى الدوله بجلالات قدرها وباجهزتها كلها عاجزه عن حل تلك كل المشكلات، ولكن انا بقول ان عشان نحل كل تلك المشكلات لابد ان احنا كل الموجود على الساحه سواء سياسيين او ناس اقتصاديين او ناس اجتماعيين او ناس في الجامعات، ان احنا نتعاون في ان احنا نقدم ونساعد في تقديم حلول لتلك المشكلات. ساعتها بس الناس هتحس فعلا ان هي ممكن ان هي يبقى في امل، وممكن ان يبقى في نتيجه، يبقى في مجال الحزب السياسي ده ان انا اشارك فيه، المنظمه دي ان اشارك فيها، ان انا اتعاون معاهم وابدا النهارده ان يبقى في نتيجه حقيقيه للجهد ده. لان مشكله الاحزاب المصريه ان هي زي ما بيقولوا سيئه السمعه في الشارع المصري بحكم الارث اللي موجود قبل كده. احنا بنحاول كمان ان احنا نحل المشكله دي من خلال ان احنا نكون في ثقه ومصداقيه في الفعاليات اللي بنعملها وفي المبادرات اللي بنعملها. زي ما قلت لحضرتك يمكن احنا في مثلا مبادره زي مبادره العفو الرئاسي اللي حصلت دي، احنا كنا مقدمين كشف للجنه الرئاسيه المشكله من شباب بالعفو الرئاسي، قدمنا حوالي 300 او 400 اسم وافرج عنهم ما يقرب من 50 اسم.